شهر 28 السنة الحالية يتم 7 شهور أثر ذلك. يس في بركة تقفل الأمور لهنا ورفعت الجلسة. أستاذ مرحبا بك، شنو هو مآل الجلسة اليوم أستاذ؟ أنا كنت حاضر ومفاجأة يعني صارت. المفاجأة تمثلت في أنه السيد رئيس الجلسة بعد الاستراحة أعلن أنه آخر القضية الجلسة 12 مارس للمرافعة، في حين أنه كنا ننتظر ونحن جينا الجلسة هذه على أساس أنه تيسمع بعض الشهود من بينهم سي الفلياني، هذا تم سماعه مكتبيا في بالنا إصدار الحكم التحضيري بسماعه جلسة، ثم بعض الشهود الاخرين تتم سماعهم العشيه، واذا به فوجئنا بانه تغير الموقف وصرفت القضيه جلسه المرافعه مباشره. هذا فيه مساس بحق الدفاع، القضيه مش جاهزه على جميع النواحي، بدليل انه المحكمه بحد ذاتها تعترف اللي فتحت 4 أو 5 ابحاث اخرين في نفس الافعال وفي نفس المكان وفي نفس الزمان. اذا هذا لا يمثل القضيه هذه الا جزء وجزء بسيط من الحقيقه، احنا نعرف ونحب نعرف الحقيقه كامله تجي في الابحاث الاخرى، لانه ثم شكون يبرى من هذه القضيه وما عادش كنت تتبع. ولاحظنا استاذ احنا في افتتاح الجلسه انه منصف العجيمي عكس الشهود عكس الحاضرين الكل، وقت اللي ناديه باسمه رئيس المحكمه ما قامش. اي ما قامش الا ما امره السيد رئيس المحكمه بطلب منه ان يقف اجلال المحكمه مش لشخص الرئيس، معناها تحس بنفسيته الرجل هذا متكبر ياسر، معناها ويحس اللي مع موقفه معناها من القضاء يدل على انه الناس كل المحامين يقفلوا المحكمه المتهمين الشهود الا هو ما يوقفش، وهذا موقف غريب جدا. ثم الشخص هذا مازال يجي معزز مكرم مبجل، في حين انه صدرت فيه بطاقه الجلب، وعاده نحن نعرف انسان كي تصدر فيه بطاقه الجلب ثابت اللي عطل سير القضاء واضطرت المحكمه لزار بطاقه الجلب، ما نفهموش علاش خلوه بحال صراح، هذا مش من مهامنا باش طالبوا بايقافه، اما ما نفهموه ثاني علاش المحكمه تتناقص تصدر فيه بطاقه الجلب ثم كيجي ما توجيش لي حتى سؤال حتى وعلاش غبت شنو الشهاده الطبيه علاش كيفاش ما ثمش. شنو صار توا في الجلسه؟ والله لاسباب نجهلها كان من المفروض وانه معناها باش تسمع شاهد كانت صدرت فيه حكم تحضيري، ما رعنا وانه رفضت جميع المطالب اللي قلناهم معناها تقدمناهم احنا واللي كانت باش تعاون على كشف الحقيقه، واخر القضيه الى جلسه 12 مارس مرافعه، والحال وانه في الماده الجزائيه ما ثماش مرافعه ثم في الماده المدنيه، واكثر من هكاك معناها قدموا طلباتكم في الاثناء، معناها احنا باش نجيو نقدموا تقارير نتاعنا في الاثناء باش النهار 12 نجموا ناخذوا، بحيث هالتسرع هذا ما نعرفش تفسيره استاذ. شنو تفسيرك له؟ تفسيره ارتباك والقضاء غير قادر على حل هالقضايا، وانا اخشى وانه ما يمكنش معناها ايصال الناس بحقوقها بالطريقه هذه، باش يصير فيه تعسف خاصه في حق اهالي شهداء وحق اهالي شارع، ماناش متمكنين احنا كلسان دفاع باش ندافعوا عليهم كمان.